ننتقل بكم إلى هذه الكلمة للأمين العام للناتو يانس ستولتنبرغ. يكون لدينا حلول مع جمعيات مثل الناتو وغيرها، ونعرف أن الحلفاء يجب أن يتوعدوا منا بذلك. تكلمت عن أحد الحلفاء الأهم وهم الولايات المتحدة. برأيك، كما أن المشاركة الأمريكية مهمة جدا وتعتمد أيضا على الدورة السياسية في البلاد ولا سيما الانتخابات النصفية، ما نراه هو دعم من الحزبين الحاكمين الأمريكيين من للناتو، وذلك بحسب استطلاعات الرأي. فنعرف أنها وصلت إلى أقصاها كدعم من الناتو من صالح الأمريكيين، أكان من الجمهوريين أو الديمقراطيين. وفي الحقيقة نحن نعرف أن هناك الكثير من الحوارات التي تتعلق بالتغير المناخي، بالإضافة إلى الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنه فيما يتعلق بالناتو بحد ذاته رأينا أن هناك وجود أمريكي إضافي في أوروبا، وذلك يشير إلى دعم من الحزبين الحاكمين الأمريكيين، وبرسالة موجهة موحدة من الكونغرس بأن على الولايات المتحدة أن تبقى داعمة للناتو. وذلك أمر مهم لأمن أوروبا ولكن أيضا للولايات المتحدة. ففي حال كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن ارتفاع التنافس الصيني، فهي بحاجة إلى حلفائها، ولن تملك الولايات المتحدة أصدقاء وحلفاء كما عليه الأمر في أوروبا وفي الناتو، ولا تملك كل من روسيا والصين أمرا مماثلا. ومعا نشكل 50% من إنتاج من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونعرف أن ذلك يشير إلى قوة التضامن الولايات المتحدة والناتو، وذلك يشير إلىنا بأمان وبإمكاننا الدفاع عن أي عدو محتمل. إذن تتكلم عن الوقوف معا، ولكن هل تعتقد أن الناتو موحد فيما يتعلق بمواجهة روسيا؟ أنا أفكر بتركيا وبهنغاريا اللتين تبديان وكأنهما لا تتبعهما بالطبيعة. الآن هناك اختلاف في أوجه النظر، فنحن 30 وقريبا سنكون 32 مع انضمام كل من فنلندا والسويد. وخلال تاريخنا واجهنا بعض الاختلافات بيننا، فكانت هناك أزمة مثلا في عام 1965 حين تركت فرنسا التحالف العسكري، وكان لدينا أيضا أبدينا اختلاف للآراء فيما يتعلق بالتدخل في العراق. بالتالي توجد اليوم هناك أيضا نقاط اختلاف، ولكن نجاح الناتو يكمن في أنه على الرغم من هذه الاختلافات لطالما تمكننا من الاتحاد حول المسؤولية الأساسية الجوهرية، ولا وهي حماية بعضنا البعض. وهذا ما نفعله اليوم مع انضمام المزيد من القوات ومع زيادة التمويل الخاص للناتو. ولقد عملنا أيضا على إنشاء لجنة للعمل على الأمن السيبراني والأمن في الفضاء، ويعود ذلك لأننا بحاجة إلى الناتو في هذا العالم الذي أصبح أكثر خطورة. تكلمت عن توسع الناتو وتفكر مباشرة بتركيا، ونعرف أن تركيا كانت تعمل على صد انضمام كل من فنلندا والسويد، ولكن كيف يجب الرد على ذلك؟ وكم أنت مستعد لإعطاء تركيا مقابل دعمها؟ كل حلفاء الناتو من بينها تركيا اتخذت قرارا تاريخيا في شهر يوليو من هذا العام، وذلك لدعوة كل من فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي أي ناتو. وبعد بضعة أيام وقفنا على البروتوكول الخلافة أو عفوا بروتوكول الوصول إلى الناتو، وتم المصادقة عليه في معظم الدول الحليفة لناتو وفي البرلمانات المرتبطة بها. هذا أسرع عملية انضمام في تاريخ الناتو، ولقد أجرينا كل هذه الإجراءات بسرعة. وكجزء من هذا الاتفاق، فنلندا والسويد وتركيا اتفقت على مذكرة تفاهم، حيث شددت على كيف ستعمل مع بعضها البعض، ولا سيما في مواجهة التحديات الإرهابية. الأمر يقلق جميع الحلفاء، ولكن نعرف أن تركيا هي التي تواجه الكثير من التحديات، فنحن نعرف أن تركيا هي الأكثر التي عانت من حيث الاعتداءات الإرهابية. ونحن نرحب بأن فنلندا والسويد وتركيا تعمل على تبادل المعلومات والمعلومات الاستخباراتية، وتعمل أيضا على التبادل بشأن قضايا مثل طرد المجرمين عن أراضيهم. وأنا متأكد من أن كل الحلفاء سيعملون على تصديق على هذه المذكرة. بالإضافة إلى ذلك، أود التشديد على نقطة مهمة. ما حصل حتى الآن
غير الوضع الأمني لفنلندا والسويد، وزاد وجود الناتو في المنطقة، ونملك حلفاء كالولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها. قدمت الضمانات الأمنية لكل من فنلندا والسويد. الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء عملت على المصادقة على بروتوكولات الوصول إلى الناتو، وبالتالي في الحقيقة كل من السويد وفنلندا أصبحت أعضاء في الناتو وشاركت كدول مدعوة في الناتو في الاجتماعات الوزارية وغيرها. إذن في أرض الواقع ومن خلال القرار المتخذ في شهر يونيو تمكنتا من العمل مباشرة مع الناتو. إذن حين نتكلم عن الدخول إلى الناتو خلال بداية الحرب، نعرف أن المبعوث الروسي حاول العمل على اتفاق، وذلك يشير إلى أن أوكرانيا ستلتزم بالبقاء خارج حلف الناتو. هل كنت جزءا من هذه المحاولات حوشان المفاوضات؟ وهل يمكن لأي صفقة أن يتم التواصل إليها؟ أوكرانيا دولة سيادية وتملك حق في اختيار مسارها الخاص. بالأمس كانت هناك مفاوضات ورحبنا بها، ولكن مشاهدنا حتى الآن هو أن روسيا تريد السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية، ومن إشارت بأنها غيرت أهدافها الاستراتيجية. نكتفي بهذه الكلمة ضمن حوار يتم إجراؤه مع الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ. في معظمه تحدث عن الأزمة في أوكرانيا، ووصف التعبئة الجزئية للجيش في روسيا بأنها خطوة خطيرة ومتهورة. وفيما يتعلق بالتهديدات النووية الروسية، فقد انتقد تصاعد هذه التهديدات ووصفها بغير المسؤولة.